في الأزرق و في حاجات كتيرة كويسة أولاد رزق في حاجات حلوة حقيقي بس للأسف الفترة اللي فاتت أكتر فيلم أنت كنتي حابة أن أنت تشاركي فيه شفتي وقلت أنا كان نفسي أعمل لا ما حصلتش بأمانة أنا عمري ما حصلت معايا أن أنا شفت عمل وقلت يا كان نفسي أعمل لا ما حصلتش اكتر يعني اكتر ممثل في السينما نفسك تمثلي معاه يعني كان نفسك امثل مع الممثل كلهم والله كلهم كويسين جدا يعني ما فيش حد بعينه يعني بس انا كان نفسي طبعا قوي قوي امثل مع احمد زكي مع عمر الشريف احمد رمزي يعني كنت اتمنى طبعا